مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه النشرة الخاصة، وحيث وقع انهيار أرضي بسيدي يحيى بحيدرة بالجزائر العاصمة، أين يوجد شخصان تحت الأنقاض. الضحيتان من الأفارقة كانا بصدد إنجاز جدار عازل لانجراف التربة. الضحية الأولى توفيت وهي رعية إفريقية في انتظار إخراج الثانية. وفي حادثة أخرى، نشب حريق مهول بالإقامة الجامعية للبنات جلال اليابس ببن عكنون بالعاصمة. الحريق مس مخزن الإقامة الجامعية الذي يحتوي على أفرشة، وتعمل الحماية المدنية حاليا على إخماد الحريق الذي لم يخلف أي خسائر بشرية. وسيكون معنا اتصال مع الحماية المدنية لمعرفة تفاصيل الحادثتين. إذا نذكر بأن الحادثة الأولى فيها ضحيتين اثنتين وهما رعيتين إفريقيتين بعد انهيار أرضي بسيدي يحيى بالعاصمة في انتظار إخراج الضحية الثانية كما قلنا. وفي حادثة أخرى إذا نذكر أيضا أن حريقا نشب بالإقامة الجامعية للبنات جلال اليابس ببن عكنون، حيث مس مخزنا يحتوي على أفرشة، والحماية المدنية تعمل حاليا على إخماد الحريق كما قلنا. ومعنا مباشرة نسيم برناوي. ألو، مساء الخير. في البداية، ما هي تفاصيل الحادثتين، سواء الأولى والانهيار الأرضي بسيدي يحيى بالعاصمة؟ هل من تفاصيل حول الحادثة؟ طبعا يعني تفاصيل حول الحادثة الأولى يخص الانهيار وانزلاق الأرضي على أي شكل القيام ببعض الأشغال التوسيع على مستوى منزل لسيدي يحيى، وأثناء عملية الحفر وهو كما معروف يعني مع سوء الأحوال الجوية وحالة التربة والأرضية كان هناك يعني انزلاق أرضي، وكان تحت الحفرة يعني تقريبا مترين أو أكثر يعني عاملين، أحدهما اللي تم إخراجه متوفي للأسف يعني وهو من مرعي إفريقي، وحاليا تعمل الفرقة التقنية الخاصة في البحث والإنقاذ تحت الردوم على إخراج الضحية الثانية، لأنه مكان العمل ضيق جدا وفي خطر كذلك، خطر انهيار وانزلاق للتربة. العملية متواصلة لكن بإذن الله سوف يتم استخراج وانتشال الضحية الثانية. نعم، طيب ماذا عن ماذا عن الحادثة الثانية والحريق الذي مس الإقامة الجامعية بن عكنون، ما هي الخسائر؟ نعم، فيما يخص الحال لحد الآن خسائر مادية فقط، وحريق شب على مستودع لتخزين الأفرشة والأسرة القديمة للإقامة الجماعية لبن عكنون. الحمد لله ما فيش خسائر يعني في الأرواح البشرية. تعمل المصالح يعني على إخماد الحريق بتسكيب إمكانيات شاحنات يعني معتبرة من أجل منع انتشار الحريق في البداية وثم إخماده نهائيا إن شاء الله. نعم، طيب ما هي أسباب، هل هناك أسباب، هل عرفت أسباب هذا الحريق؟ لا، أسباب الحريق يعني تبقى مجهولة لحد الآن. ممكن تكون يعني الأسباب غالبا وعامة ما تكون يعني ابتداء من شرارة كهربائية وسوء الاستعمال من الكهرباء، لكن هذا يعني اتباقا للأمر غاية ما تكون لجنة تفاد يعني وخبراء مختصين أجل التحقيق المعمق وإعطاء الأسباب الحقيقية لهذا الحريق. نعم، إذا شكرا جزيلا لك. نذكر مشاهدنا مرة أخرى بالحادثتين المتفرقتين، الأولى بسيدي يحيى بالعاصمة والانهيار الأرضي الذي تسبب في وقوع ضحيتين إفريقيتين تحت الأنقاض. الأولى توفيت، أما الثانية لا تزال أعمال الحماية المدنية في سعي إخراجها. أما الحادثة الثانية فتمثلت أو هي وقوع أو نشوب حريق مهول بالإقامة الجامعية بابن عكنون الجلال اليابس بالعاصمة، وذلك بعد حريق مس مخزن الإقامة الجامعية الذي يحتوي على أفرشة، والحماية المدنية لا تزال تواصل مساعيها لإخماد هذا الحريق.
إذن كما نشاهد هذه هي صور الحريق، هذه صور الحريق الذي نشب بالإقامة الجامعية. الحماية المدنية لا تزال تواصل مساعيها لإخماد نيران الحريق. إذن كما تشاهدون ألسنة النيران المتصاعدة لحد الآن بالإقامة الجامعية الجلال اليابس ببن عكنون بالعاصمة. عناصر الحماية المدنية تحاول التحكم في الحريق. إذن كما تشاهدون لحد الآن لا خسائر بشرية حسب ما ذكرت الحماية المدنية. وسيكون معنا بعد قليل مفادنا بالقاسم جير إلى هناك. إذن كما تشاهدون مرة أخرى مشاهدينا، هذه الصور التي تأتيكم من الإقامة الجامعية للبنات جلال اليابس ببن عكنون. ونذكر كذلك أيضا بالانهيار الأرضي الذي وقع بسيدي يحيى بحيدرة بالعاصمة. وبالقاسم جير مفادنا إلى حيدرة سيكون معنا. بالقاسم هل تسمعني؟ بالقاسم أهلا بك. مساء الخير حكيم، مرحبا، أهلا، سمعك جيدا. أهلا بك بالقاسم، ما هي تفاصيل الحادثة وهل تم إخراج الضحية الثانية؟ نعم حكيم، إخراج الضحايا لا يزال مستمرا نعم ومتواصلا من قبل الحماية المدنية وأجهزة الشرطة الحاضرة بقوة في هذا المكان، بالضبط في سيدي يحيى، نعم مكان الانهيار الجبلي على المحل التجاري، نعم بالضبط يعني بجانب الطريق الرئيسي المر في سيدي يحيى. لحد الساعة هناك تضارب في الأرقام حول عدد نعم الوفيات، هناك من يقول بأن هناك 6 وفيات وهناك من يقول بأن هناك 3 وفيات لحد الساعة، لأننا منعنا من الولوج إلى مكان الحادث بالضبط من قبل نعم أصحاب المحل وكذلك أقارب أصحاب المحل. هناك غضب كبير جدا، حاولوا الاعتداء على طاقم الشرطة نعم وبالتالي يعني منعونا من التصوير ولا حتى الحديث ولا حتى عمل بعض يعني المعلومات من قبل نعم الحاضرين هنا في هذا المكان. لحد الساعة الحماية المدنية تحاول أن تخرج نعم الضحايا من تحت الركام بتاع الأتربة التي انهارت من هذا المكان. المكان معروف جدا أنه مكان جبلي، نعم وبجنبه بتحت مباشرة موجود محلات عديدة جدا. الانهيار وقع على مجموعة من الجزائريين، عمال جزائريين وكذلك أفارقة يعملون لدى هذا المحل، بين قوسين المحل يقال بأن هناك هو عملها ليلي، انهار هذا الانهيار الجبلي الذي أتى على 3 أو 6 أو يعني الرقم كبير يعني متضرب نعم بالنسبة لعدد الضحايا والجرحى. مزيد من التفاصيل حكيم أكيد نعم سأقترب خلسة يعني أتحصل على بعض المعلومات. لحد نعم الساعة غياب لوسائل الإعلام الشروق فقط لوحدها هنا نعم يعني في مكان الحدث مباشرة. للأسف جدا كنا نريد أن ننقل هذا الحدث أو هذا الحادث على المباشر، ولكن للأسف الشديد منعنا لأسباب لا أدري لماذا، لأنه مباشرة تم الهجوم علينا
محاولة تكسير حتى الأجهزة والكاميرا، وبالتالي نحاول أن نفيدكم بالمعلومات الواحدة تلو الأخرى إذا إن شاء الله أتيحت لنا هناك جديد بحول الله. نعم إن شاء الله. إذن بالقاسم جير بالتوفيق، مفادنا إلى سيدي يحيى بالعاصمة. نجدد مذكرا أو نذكر مجددا بالحادث، حادث انهيار أرضي بسيدي يحيى بحيدرة، والذي تسبب في كما يقول بالقاسم جير مفادنا تضارب حول عدد الضحايا بين ثلاث وفيات إلى ستة الضحى، وهناك كذلك ضحية منهم من الأفارقة. كما نذكر أيضا بالحادثة الثانية التي وقعت بالإقامة الجامعية الجلالية بسبي بن عكنون بالعاصمة، إقامة الجامعية للبنات، والحريق الذي مس مخزن الإقامة الجامعية ويحتوي على أفرشة، وتعمل الحماية المدنية على إخماد الحريق الذي نذكر بأنه لحسن الحظ لم يخلف أي خسائر بشرية. إذن مشاهدينا، حال انهيار الأرضي بسيدي موسى، في انتظار معرفة المستجدات من قبل مفادنا بالقاسم جير، نذكر بأن هناك تضارب في عدد الضحايا بين 3 إلى 6 وفيات، فيما أكدت مصالح الحماية المدنية أن الضحيتين 2 وهما رعيتين إفريقيتين، كما إذن رعيتين إفريقيتين، في انتظار كذلك وصول أو الاتصال بمفادنا إلى الإقامة الجامعية الجلالية بس للبنات ببن عكنون بالعاصمة، والحريق الذي مس مخزن الإقامة الجامعية. إذا نتابع مرة أخرى صور الحريق والذي تعمل مصالح الحماية المدنية على إخماده. تابعونا إذن هذه الصور والحريق، ألسنة النيران المتصاعدة. إذن نشاهد مشاهدينا هذه الصور، صور الحريق، نذكر مرة أخرى بأنها بالإقامة الجامعية الجلالية بس للبنات ببن عكنون، وحيث تتصاعد ألسنة النيران من مخزن الإقامة الذي يحتوي على أفرشة ومصالح الحماية المدنية تواصل مساعيها لإخماد هذا الحريق. نجدد مرة أخرى كذلك أيضا نذكر قبل الختام بالانهيار الأرضي بسيدي يحيى بحيدرة بالعاصمة، مشاهدينا تفاصيل أخرى نوافيكم بها في نشرتنا الرئيسية إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.